رقم واحد ايه؟ دول انت دول انت. يبقى انا لازم ايه؟ انا هكتب له شطه دلوقتي هيمشي عليها ايه فضات معينه، هقول له انت محتاج دول انت بلاتلت اس انهبيتر بيتا بلوكر الدوستين بلوكر الاستاتين اللي انا ذكرته ده كله انا هكتبه في الروشته. طيب دول انت بلاتلت اللي هم مين؟ اسبرين مع لو انا مركب دعامه يبقى البرازو ليه افضليه عن التيكا عن الكلوبيدو، صح ولا ايه يا جماعه؟ ها؟ ولو مش مركب دعامه يبقى الاسبرين مع التيكا ثم الكلوبي، صح؟ مش هو ده اللي انا هعمله؟ طيب يبقى انا الدول انت بلاتلت، يبقى انا في مرحله الدول انت بلاتلت لو انا مش مركب دعامه يبقى اسبرين مع مين؟ مع التيكا ثم ياتي الكلوبي. ولو هركب دعامه ولو كنت ركبت دعامه يبقى انا عملت ايه؟ اسبرين مع البرازو اور التيكا اور الكلوبي ولكن مع افضليه للبرازو. يمشي عليهم قد ايه؟ اكتب له المده، تقول له والله الدول انت بلاتلت لمده اتليست 12 شهر لمده سنه. ثم وقف يا عم واحد من دول. يعني وقف بقى يا اما البرازو يا اما التيكا، وقف اللي هو البي 2 12 انهبيتور وخليك ماشي على الاسبرين اندفينيت. يبقى انا في الدول انت بلاتلت ها؟ كتبت الاسبرين مع البرازو هختصر. او الاسبرين مع التيكا لمده 12 شهر. ثم هقول له بعد 12 شهر وقف البرازو او التيكا ها؟ ولونج تيرم من الاسبرين. يمشي على طول بالايه؟ بالاسبرين خلاص. جرعه الاسبرين قد ايه؟ من 75 ل 162 160 مع افضليه لل 81. ريسك بنفيت ريشيو ريسك اللي هي البليدنج. وبنفيت اللي هو كانت بليدنج. فافضل حاجه عندك اللي هي ال 81. خلاص كده؟ زائد انا لسه بكتب في روشته بيتا بلوكر. اقول له البيتا بلوكر اللي احنا هنستخدمه يا اما انديفينيت، وده في حاله ايه؟ حد يقول لي؟ احنا بنستخدم البيتا بلوكر انديفينيت في ايه؟ في الهارت، دخلناه في الهارت. فات فين؟ يبقى انا هستخدم البيتا بلوكر لو عندي هارت فيلير سيستوليك، يعني الاجكشن فراكشن بتاعك اقل من 40. يبقى على طول بيتا بلوكر كده كده ايه؟ كده كده بستخدمها اصلا، فهتلاقيها ماشيه معايا طول العمر. ولكن لو انا بستخدمها بغرض الاي سي اس، يعني بغرض الاي سي اس سواء ركبت دعامه او ما ركبتش دعامه، هنا هيفرق. يفرق في ايه؟ لو الاي سي اس البيتا بلوكر اتليست 3 سنين اتليست. انا هنا مش دواء ضغط، انا هنا مش بستخدمه كضغط خالص، ماليش دعوه. خلاص سواء ركبت دعامه او ما ركبتش دعامه اتليست انا عايز البيتا بلوكر قد ايه؟ 3 سنين. طب لو هو كان مصاحبه اتش اف سيستوليك، لا ده اندفنت، صح كده ولا لا؟ احنا كده كده ماشيين عليه طول العمر، هو الاتش اف مش هيخف، كده كده هيمشي عليه طول العمر. كذلك طب فايده البيتا بلوكر على ايه؟ على القلب. ما تخليش القلب في حاله هيجان، اصل انا خايف على القلب يكون عندي يحصل له حاله هيجان، فهضطر ان انا اهدي القلب لفتره 3 سنين، وممكن اضطر ان انا استخدمها على طول باستمرار على فكره، ولكن اتليست عندي 3 سنين. انا مش عايز القلب يكون في حاله هيجان، عشان كده وظيفه البيتا بلوكر سيمباثوماتيك، هيقلل لي موضوع الريكرنت، هيهدي لي القلب من حاله الهيجان، فكل حاجه زي ايه؟ زي الفل. نرجع او نيجي بعد كده على الاس، الاس انهبيتور اور الاربس اللي هو عائله الكابتوبريل او عائله الاربزرتان او الفالزرتان، صح؟ دي برضه نستخدمها لمده 3 سنين اتليست ما عدا في حاله الاتش اف انديفينيت، صح ولا ايه يا جماعه؟ مركزين معايا؟ طب هنا فايده الاس اور الاربس ايه؟ كفايبرس كاب ستيبلايزر، انا خايف يتكون حاجات من الاثيروما لان هو معرض خلاص ان يتكون نوع اثيروما، وخايف يحصل عمليه رابشر في الاثيروما فيدخل في حاله اس اس، فانا لازم امشي على حاجه زي كده لمده 3 سنين اتليست. كذلك الالدوستيرون ريسبتور بلوكر. الالدوستيرون ريسبتور بلوكر تلاقيه مميز جدا لو الحاله كان عندها ام اي سواء ان ستيم او ستيم او عنده دايابيتس. تلاقي فاكرين لما بدانا فيه في الاتش اف؟ قلت لك ايه في الاتش اف؟ قلت لك بنبدا بيه ات انيشيا. لو انا المريض بتاعك عنده دايابيتس او عنده هيستوري من الام اي، كنا بنبدا على طول بالايه؟ بالالدوستيرون بلوكر، صح يا جماعه؟ ات انيشيا. انت نسيتوا الخطه العلاجيه بتاعت الاتش اف؟ طيب زي الفل. يبقى انا عملت دول انت بليت، يبقى انا بعد ما اعطيت له انيشيا اكيوت مانج مع
مش هسيبه، هعمل لونج تيرم تريتمنت. ايه هما دول؟ انتي بليتلت عرفنا المده، بلس البيتا بلوكر، بلس الايس انهبيتور، بلس عندك الالدوستيرون بلوكر، بلس الستاتين. الستاتين يا دكتور استخدم اي نوع من الستاتين لغايه ما نيجي لمحاضره الديسلبيديميا؟ حاجه من الاثنين، يا اما الالتورفاستاتين او الريزوفاستاتين وجرعات عاليه. هنا الجرعات العاليه افضل لي، الجرعات العاليه اللي هو ايه؟ اتورفا اتليست 40، روزوفا اتليست 20. يبقى انا هبدا اتورفا اتليست 40، روزوفا اتليست 20، هما دول اللي انا هلعب بيهم. السنفا مش معايا، البتافا مش معايا، الفلوفا مش معايا، اللوفا ستاتين مش معايا. طبعا احنا لسه هناخد الديسلبيديميا. انا اللي معايا عندي حاجتين، الاتورفاستاتين والروزوفاستاتين، وبجرعات بنسميها هاي انتنسيتي ستاتين، اللي هي يا اما الروزوفا بجرعه 20 اور مور، او الاتورفا بجرعه 40 اتليست. خلاص كده دولت اللي معايا. الحاجات ديت يا دكتور ايه؟ الزاميه كلها، ده كله انا بكتب له في الروشته بتاعتي. طب واحد يقول لي ده انت لقيت ان الكليتين بتاعته كانوا بايظين، يبقى ما يحمل الكونتر اندكيشن المريض هيخسره. انتوا فاهمين يا جماعه؟ يعني لقيت السيرم كده بتاعك فوق ال 2.5 او البوتاسيوم فوق ال 5.5، طب ما ده هيمنع استخدام الايس وهيمنع استخدام الالستين بلوكر، يبقى غصب عني. ولكن طالما ما فيش عندي ما يمنع، فطبعا محبب جدا ان انا لازم استخدم الحاجات دي، والحاجات دي التزاميه الاستخدام اللي انا استخدمها للمريض اللي قدامي. واقول له خد بالك لو جالك قلق تستعمل ايه؟ عشان انا مش عايز حاجه تزود الدنيا معاك. وخلي بالك انت محتاج فاكسينيشن مهم جدا. عشان كده يا جماعه في رول مهم جدا على الصيدلي في موضوع الفاكسينيشن. الفاكسينيشن اللي هو محتاجه، محتاجه الانفلونزا فاكسين كل شيء محتاجه اللي انا استخدمه، محتاج النموكوكال فاكسين كل 5 سنين لازم استخدمهم. ليه؟ عشان ما يجيليش فايرال انفكشن يضطرني استخدم علاجات جميع ادويه البيرت فيها السيدو افيدرين او حاجه سيمباسومايميتك، صح ولا لا؟ والسيمباسومايميتك يعني فازوكونستريكتور، وبتطلع الابنفرين والنور ابنفرين اللي ممكن تزود لك الهارت ريت، اللي ممكن تعمل لك كاردياك اتاك، والمريض ده عنده ات ريسك، وبالتالي ممكن يدخلني في اس اس. فانا مش محتاج ان انا ادخل المريض في حاجه زي كده، وزائد اللي انا مش عايزه يستخدم ادويه كتير كفايه اللي هو بيستخدمها. فالفاكسينيشن هنا هيحميه، اللي انا استخدم الفاكسينيشن الانفلونزا فاكسين على راسهم والنموكوكال فاكسين. ومش بس كده، بيشنت اديوكيشن. البيشنت اديوكيشن اللي احنا نقصده ايه؟ نبدا نعلمه، اقول له نعلمه يعني نعلمه. هناخد نبدا نعلمه يعني ايه؟ اقول له والله السموكينج خلاص، ده خلاص انت كده اتمنع، ممنوع التدخين منع عنبت. خلاص على فكره يا جماعه السموكينج ده كارثه كبيره، اللي يعرف يبطل بدري يبطل، لان في ناس كتير قوي معتمده على ان في ناس ما بتدخن بقالها سنين وسنين وما حصلهاش حاجه. ايوه كلامك مظبوط، بس الناس الكبيره في السن اللي ما حصلهاش حاجه ديت اكلهم كان مختلف عن اكلنا، عوادم السيارات اللي كانوا بيتعرضوا ليها مكانهم، احنا بنتعرض لعوادم سيارات مختلفه، شرب ميه غير الميه بتاعتهم، اكلنا غير اللي كله متهرب غير الاكل بتاعهم، كل حاجه مختلفه. فعشان كده هم صحتهم كانت افضل مننا بكتير. وبالتالي يعني انا اعرف حاله وصلت لاند ستيج سي كي دي بدون لا هيستري اوف دايابيتس ولا هيستري اوف هايبر تنشن ولا اي حاجه، عشان تدخين علبتين في اليوم. مفيش عندي اي حاجه تستدعي ان انا توصله لسيك اند ستيج. والكارثه الكبيره اللي انا كنت بعمل له تحاليل فول سكريننج فقط لا غير، بطمن عليه فقط لا غير، الاقي الاي سي ار بتاعي 1300، ثم اعمل السيرم كريات الاقي 9 وكسور، والله العظيم. ثم اعمل البن الاقي 190 في 20 يوم، في كل اللي انا بحكيه ده في 20 يوم. قرينا البايوبسي، خدنا قرينا البايوبسي، خلاص ده اند ستيج سكتين. قرينا الترانسبلانتيشن اور هيم دايلسيس، خلصت. وبتكلم على حد سنه 46 سنه ولا 40 سنه. خلصت. انتوا متخيلين الكارثه شكلها ايه؟ مفيش اي هيستوري لا ديابيتس ولا غيره، بس علبتين سجاير بس في اليوم. هو ده الحاجه الوحيده اللي احنا ممكن نقول اه هو ده السبب. فالاثار الجانبيه بتاعت الحاجات عامه، احنا زي اللي ماشي، انا قلت قبل كده زي اللي ماشي بالمخالف. ممكن دعوه باباك، دعوه مامتك، اي حاجه بر والديك، عديت.
ممكن واحد يعمل حادثه ما بس ما يحصلوش حاجه، بس ممكن واحد يا دوبك يطلع بس كده يعمل حادثه يموت. هو ديت الاثار الجانبيه بتاعت الحاجات المختلفه، فعشان كده احنا ما نضمنش. فانت كل ما تعرف تبطل تدخين بدري يا ريت. يعني هو دلوقتي كان 40 سيجاره في اليوم، دلوقتي هو برضه خلاص احنا خلاص ايه لسه هنحافظ على ايه؟ خلاص احنا دلوقتي في مرحله يا اما رينال ترانسبلانتيشن او هيموداياليسيس، بيشرب 3 سجاير في اليوم. طب ما كان من الاول ما خلاص هو يعني هو ما علينا، ربنا يعافي الجميع. يعني البيشنت اديوكيشن هنا مهم قوي، ان احنا يبطل تدخين، اللي احنا رقم 2 ظبط ضغطك، ظبط سكرك، الثيرويد طمن عليها، ما تاكلش ملح كتير، كل الحاجات اللي هي العاديه جدا اللي هي الحاجات الهيلثي، اشرب ميه كويس، كل ده اللي احنا هنبدا اللي احنا برضه نتكلم عليه. طيب اتفقنا ان الدول انتي بليتلت هنعمل ايه؟ ها؟ الاسبرين مع البرازو اوريتيكا، واحنا فهمنا صح كده؟ اتليست لمده سنه وبعد كده الله يفتح عليك، ما عدا لو انا بستخدم الكتيف بي سي ار اللي هي حاجه اختياريه اللي هو كان ستيبل انجينا واستخدمت الكتيف بي سي ار في الحاله دي استمر على الدول قد ايه؟ هل 12 شهر؟ قال لك لا، هنا يكفي 6 شهور. هنا يكفي ايه؟ بص المده هنا يكفي قد ايه؟ 6 شهور، خلاص كده؟ هنا يكفيني 6 شهور لو انا الكتيف، خلاص؟ الكلام ده كله اللي احنا عارفينه. الاسبرين مع بي 2 واي 12 انهبيتورز لمده 12 شهر، التيكا مفضل عن الكلوبي، البرازو مفضل عن الكلوبي، لو انا هركب بيسار، ها كل الحاجات ديت كلها نفس الكلام اللي احنا ايه؟ اللي احنا قلناه، خلاص كده؟ اه اتليست عندك 12 شهر ده اللي احنا بنستخدمه. النقطة الثانية يا دكتور، ها خلي بالك ان البرازو ماله؟ ان البرازو ماله ما ينفعش يستخدم في الناس اللي عندها هيستري من التي اي اي او الاستروك. كلام بيتكرر، انا عمال بحفظك في المحاضره، ها الكلام كله بيتكرر خلاص.